مرحبا بكم أعزائي تلاميذ السنة الخامسة في حصة جديدة في مادة الإيقاظ العلمي. إذا قدمت لكم هنا سلسلة من التمارين متصلة بالوحدة الأولى الضوء. في البداية علينا أن نذكر طبعا بدروس الوحدة الأولى وهي الضوء. نبدأ أولا بالدرس الأول بعنوان مصادر الضوء الطبيعية والاصطناعية. الدرس الأول مصادر الضوء الطبيعية والاصطناعية. لنذكر في البداية بمفهوم الضوء الطبيعي والضوء الاصطناعي. نوري لوجين، مرحبا. تفضلي لوجين. لوجين، عرفي مصادر الضوء الطبيعية والاصطناعية. لوجين تفضلي. تسنيم، تسنيم معنا. مرحبا مرحبا تسنيم، مرحبا، كيف حالك؟ بخير بخير. إذا تسنيم، في الدرس الأول نتحدث عن مصادر الضوء الطبيعية والاصطناعية. ذكرينا ما معنى المصادر الطبيعية للضوء؟ لا، لم أدرس هذا الدرس. ماذا درستم؟ الهيكل العظمي. الهيكل العظمي. نعم حسنا، إذا تسنيم انتبهي معنا في هذا الدرس. سأعطي الكلمة إلى لوجين وأنت تابعي معنا الدرس، مفهوم؟ نعم. حسنا أحسنتي. لوجين، لوجين، حسنا. إذا سأذكركم بمفهوم مصادر الضوء الطبيعية والاصطناعية. إذا بالنسبة لمصادر الضوء يمكن أن نصنفها إلى مصادر طبيعية وأخرى اصطناعية. ما معنى مصادر طبيعية؟ وهي المصادر التي لا يمكن السيطرة عليها بواسطة الإنسان. الضوء الطبيعي هو الذي يأتي من المصادر التي لا يمكننا التحكم فيها، مثال الشمس، النجوم، القمر، إلى غيره طبعا من الأمثلة. أما المصادر الاصطناعية فهو متمثل في الضوء الاصطناعي، وهو طبعا من المصادر التي يمكن التحكم فيها، كضوء الشموع، ضوء السيارات، ضوء المصباح الكهربائي إلى غيره. إذن لأكتب هنا، أولا نتحدث عن المصادر الطبيعية وهي التي لا يمكن السيطرة عليها أو التحكم فيها بواسطة الإنسان. نقدم أمثلة، مثال الشمس، فالضوء المنبعث من الشمس لا يمكن أن يتحكم فيه الإنسان، كذلك النجوم، القمر. 3 نقاط. الآن المصادر الاصطناعية وهي على عكس المصادر طبعاً الطبيعية. الضوء الاصطناعي هنا هو من المصادر التي يمكن التحكم فيها. الضوء الاصطناعي هو من المصادر التي يمكن التحكم فيها. نقدم أمثلة، مثال ضوء الشموع، الشمعة هي من صنع الإنسان، إذن ضوء الشمعة
هو ضوء اصطناعي لأنه من المصادر التي يمكن أن يتحكم فيها الإنسان. نفس الشيء بالنسبة لضوء السيارات وضوء المصباح أو ضوء المكشاف إلى غيره طبعا من الأمثلة. لنذكر هنا ضوء المصباح الكهربائي. ثلاث نقاط، طبعا الأمثلة عديدة. إذن هذا بالنسبة للدرس الأول، هذا تلخيص الدرس الأول. طبعا لا ننسى أن الضوء هو شكل من أشكال الطاقة الذي يمكننا من رؤية الأشياء وتمييزها. مصادر الضوء تنقسم إلى نوعين، مصادر طبيعية واصطناعية. ننجز الآن التمرين الأول. يوسف بعزوك، تفضل يوسف، افتح المصباح. مرحبا يوسف. يوسف بعزوك، افتح المصباح وتفضل التمرين عدد واحد. أضع سترا تحت الإفادة الصحيحة. لنبدأ بالمثال الأول والمثال الثاني. مرحبا يوسف. مرحبا. السلام عليكم، تفضل يوسف. الجملة الأولى، الشمس مصدر من مصدر من المصادر من مصادر الاصطناعية للضوء. نعم خطأ. إذا الشمس مصدر من المصادر الاصطناعية للضوء. أصلح الإفادة يوسف، طبيعية. أحسنت. إذا الشمس نعم هي مصدر من المصادر الطبيعية للضوء. إذا لن نضع سترا هنا تحت هذه الإفادة، هذه إفادة خاطئة. الإفادة الثانية، اللوحات الإشهارية مصادر طبيعية للضوء. خطأ. نعم اللوحات الإشهارية مصادر طبيعية للضوء. إذا أصلح. خطأ. اللوحات الإشهارية مصادر اصطناعية للضوء. أحسنت. إذا اللوحات الإشهارية هي مصادر اصطناعية للضوء. بالنسبة للجملة الثالثة تندرج ضمن الدرس الثاني. إذن في البداية علينا أن نلخص الدرس الثاني. ابقى معنا يوسف. حسنا. الدرس الثاني بعنوان الجسم المضيء والجسم المضاء المنير. الجسم المضيء والجسم المضاء المنير. لنذكر إذن بمحتوى هذا الدرس. إذن قلنا في البداية أن المصادر الضوئية تنقسم إلى طبيعية واصطناعية، ليس كذلك يوسف؟ الآن يمكننا أن نقسم مصادر الضوء وفق معيار آخر. يمكننا أن نقسم مصادر الضوء إلى نوعين، وهما مصادر مضيئة ومصادر مضاءة منيرة. ذكرنا يوسف ما معنى أولاً الأجسام المضيئة. الأجسام المضيئة هي التي تبعث الضوء من ذاتها. أحسنت. أمثلة؟ الشمس. النجوم. نعم. ماذا أيضاً؟ المصباح الكهربائي. حسناً. إذن الأجسام المضيئة كما قال يوسف وهي الأجسام التي تبعث الضوء من ذاتها. أمثلة هنا الشمس، النجوم، الشمعة، المصباح إلى غيره. إذن هي أجسام تبعث الضوء من ذاتها. هي الأجسام التي تبعث الضوء من ذاتها. مثال الشمس، النجوم، الشمعة. ثلاث نقاط. الآن الأجسام المضاءة المنيرة يا يوسف. الأجسام المضاءة المنيرة هي التي تتلقى الضوء وتنثره. أحسنت. الأجسام المضاءة
المنيرة. وهي الأجسام التي تستمد نورها من مصدر آخر أو تتلقى الضوء من مصدر آخر يكون مضيء طبعا فتنثره لكي نتمكن من رؤية الأجسام الموجودة من حولها. إذا نقدم أمثلة هنا للأجسام المضاءة. القمر، أحسنت. الكراس، الجدار. نعم، إذن الأجسام المضاءة المنيرة هي الأجسام التي تستمد نورها نورها من أجسام أخرى. نعم، من مصدر آخر، بين مضيء. قوسين هنا المصدر الآخر سيكون، أحسنت، مضيء. مضيء. مضيء أو مضيئة. مثال قلنا هنا كما قال القمر. صديقكم القمر، الكتاب، إلى غيره. مثال. القمر، الكتاب، الجدار. ثلاث نقاط. الجملة الثالثة، الضوء المنبعث من النجوم يمكننا من رؤية الأجسام في النهار. خطأ. أصلح الجملة. الضوء المنبعث من النجوم يمكننا من رؤية الأجسام في الليل. نعم، إذا الضوء المنبعث من أي مصدر هنا يمكننا من رؤية الأجسام في النهار؟ الشمس. الشمس، إذا الشمس هي جسم مضيء يمكننا من رؤية الأجسام في النهار. إذا إفادة هنا خاطئة. نمر إلى الجملة الأخيرة. النار مصدر من مصادر الضوء. صواب. نعم، أحسنت. حسب رأيك النار هي مصدر طبيعي أو اصطناعي؟ طبيعي. نعم، أحسنت. إذن بعض التلاميذ يقولون أن النار مصدر اصطناعي لأن الإنسان يتحكم فيها، لكن هي النار طبيعية في الأساس. شكرا لك يوسف، أحسنت. نمر الآن للتمرين الموالي. تسنيم. تسنيم. حسنا، سأقرأ التمرين. أصلح الخطأ إن وجد. يعكس القمر جزءا من الأشعة الضوئية التي تصله من الشمس نحو الأرض. أمامكم تلخيص الدرس الثاني. نوري لجينة. لجين النوري. تفضلي لجين. لجين تفضلي. لجين. يعكس القمر جزءا من الأشعة الضوئية التي تصله من الشمس نحو الأرض. يوسف، هل يوجد خطأ أولا؟ يعكس القمر جزء من الأشعة الضوئية التي تصله من الشمس نحو الأرض. ما رأيك؟ فسر. فسر هنا، كيف يعكس القمر جزءا من الأشعة الضوئية؟ ما المقصود هنا؟ إذا نحن في التلخيص قلنا أن الأجسام المضاءة المنيرة هي أجسام تعكس الضوء الوارد عليها، أليس ذلك؟ طبعا، وقلنا نعم. أنها أجسام لا تبعث الضوء. نعم. ولاحظنا هنا أن القمر هو جسم مضاء منير، يعني هو ليس مصدرا من مصادر الضوء لأنه يعكس ضوء ماذا أساس؟ ضوء الشمس. أحسنت، إذن القمر يعكس جزءاً من نور الشمس الواقع عليه نحو الأرض، يعني الشمس هي المصدر الأساسي لنور القمر الطبيعي. النور هنا المنبعث من القمر مصدره الأساسي هو الشمس. إذن هذه الجملة صحيحة، لا يوجد خطأ.
لوجين تفضلي الجملة الثانية. شكرا لك يوسف، أحسنت. لوجين الأسهم تفضلي. المضيئة، الأسهم المضيئة هي الأسهم التي تعكس الضوء الوارد عليها. أمامك التلخيص، لدينا هنا صحيح. تعريف الأجسام المضيئة والأجسام الضوء المنيرة. إذا في الجملة الأجسام المضيئة هي الأجسام التي تعكس الضوء الوارد عليها، ما رأيك؟ صحيح لجين تثبتي. اقرأي التعريف جانبا. تعريف الأجسام المضيئة ها هو، اقرأيه، اقرأيه لجين. لجين، إذا الأجسام المضيئة قلنا هي أجسام تبعث الضوء من ذاتها، يعني هي المصدر الأساسي، هي المصدر الرئيسي لهذا الضوء. أما الأجسام المضاءة المنيرة هي أجسام تتلقى الضوء، تستمد الضوء، فتعكس الضوء الوارد عليها. يعني هل يوجد خطأ هنا؟ نعم. لاحظ هنا علاقة تضاد لوجين. لاحظي الأجسام المضيئة هي الأجسام التي تعكس الضوء الوارد عليها، يعني قدم لنا تعريفا هنا للأجسام المضاءة المنيرة. الأجسام المضاءة المنيرة هي التي تعكس الضوء الوارد عليها، هي التي تعكس ضوءا لا ينبع من ذاتها، في حين الأجسام المضيئة تبعث الضوء من ذاتها. يعني لا يمكنني أن أصلح هذه الجملة بطريقتين، إما أن أقول الأجسام المضيئة هي الأجسام التي تبعث الضوء من ذاتها، أو الأجسام المضاءة المنيرة هي الأجسام التي تعكس الضوء الوارد عليها. مثال هنا بالنسبة للأجسام المضاءة المنيرة، قلنا كالقمر والذي يعكس ضوء الشمس، الكتاب، القط، أو أي جسم آخر طبعا يمكنه أن يعكس ضوء آخر وارد عليه. إذا نصلح الجملة، الأجسام المضيئة هي الأجسام التي تبعث الضوء من ذاتها، أو قدمي طريقة أخرى لجين لإصلاح الجملة. الأجسام المضيئة، الأجسام المضاءة المنيرة هي الأجسام التي تعكس الضوء الوارد عليه. أحسنتي، أو أقول الأجسام المضاءة المنيرة، المنيرة هي الأجسام التي تعكس الضوء الوارد عليها. أحسنتي، التي تعكس الضوء الوارد عليها. واصلي. النجوم أجسام مضاءة منيرة، أما القمر فهو جسم مضيء. خطأ. كيف أصلح الخطأ؟ أحسنت، إذن هي الجملة خاطئة هنا، نتفق أن الجملة خاطئة. طريقة الإصلاح الآن، أجسام مضاءة منيرة، أما القمر فهو منير أيضا. النجوم أجسام مضاءة منيرة، ما رأيك؟ هل النجوم أجسام مضاءة منيرة؟ يمكنك قراءة الأمثلة الموجودة جانبا. النجوم ليست مثل القمر، هناك اختلاف هنا. القمر هو أجسام مضاءة منيرة، الضوء المنبعث من القمر في الواقع هو ضوء الشمس، يعني المصدر الأساسي لنور القمر هو الشمس. أما النجوم فهي مثل الشمس، يعني تبعث الضوء من ذاتها، مفهومة؟ إذا نقول أن النجوم هي أجسام مضيئة وليست مضاءة منيرة. أما القمر فهو جسم مضيء، ما رأيك؟ هل القمر جسم مضيء؟ لا. نعم، إذا العكس هنا سنعكس.
بالنسبة للنجوم هي أجسام هي ليس مضيئة، ليس مضيئا مضيئة. لأنه، لأن المضاء فهو مضاء، فأما القمر فهو جسم مضاء منير لأنه يستمد ضوءه من الشمس ثم ينثره. أحسنتي. إذا نكتب هنا النجوم أجسام مضيئة، مضيئة، مضيئة. أما القمر فهو جسم، القمر فهو جسم مضاء منير لأنه يستمد ضوءه من الشمس ثم ينثره. أحسنت. أم القمر فهو جسم مضاء منير لأنه يعكس، قلنا، جزءا منير. من نور الشمس الواقع عليه نحو الأرض، يعني الشمس قلنا هي المصدر الأساسي لنور القمر. شكرا لك يا لجين، أحسنت. يوسف واصل. تعتبر شاشة التلفاز غير المشتعل جسما مضيئا. خطأ. تعتبر شاشة التلفاز غير المشتعل جسما مضيئا، فسر. هذا خطأ. تعتبر شاشة التلفاز جسما مضاء منير، فهي لا تبعث الضوء من ذاتها عندما تكون غير مشتعلة. أحسنت. بما أن هنا شاشة التلفاز غير مشتعلة، يعني هي ستعكس الضوء الوارد عليها، يعني ستلعب دور هنا، دور قط، كتاب، حائط، واضح؟ يعني شاشة التلفاز غير المشتعل هنا هي جسم مضاء منير وليس جسم مضيء. تعتبر شاشة التلفاز غير المشتعل، غير المشتعل غير جسم المضاء المشتعل منير، جسم المضاء منيرا، جسما مضاء منيرا. نواصل. واصل يوسف. ينسب اختراع المصباح الكهربائي إلى لا، العالم. النجوم، النجوم أولا، النجوم هي مصدر، هي مصدر الضوء الذي يصل إلى كل من القمر والأرض. النجوم هي مصدر الضوء الذي يصل إلى كل من القمر والأرض. صواب. ما رأيك يا لوجين؟ البقية يمكنكم الكتابة في الرسائل. البقية اكتبوا في الرسائل. إذن محمد السعيداني، آمنة معمر، لا طبعا نفسر عندما نقول لا، هنا يجب التعليل. اكتبوا في الرسائل البقية. النجوم هي مصدر الضوء الذي يصل إلى كل من القمر والأرض. يصل إلى كل من القمر والأرض. ما رأيك يا لوجين، صحيحة أم لا؟ صحيح. صحيح. لميا مريومة، لا. محمد سعيداني، لا. آمنة، لا. كمال، لا. طبعا نفسر، لماذا لا؟ إذن هنا لنركز يوسف ولوجين، قلنا النجوم هي مصدر الضوء الذي يصل إلى كل من القمر. ضوء النجوم هل يصل إلى القمر؟ لا لا لا. إذن ما لا. ضوء ماذا الذي يصل إلى القمر؟ هنا القمر يستمد نوره ضوء من الشمس. من الشمس. أحسنت، من الشمس. نعم، لذلك نقول لا. إذن النجوم هي مصدر الضوء الذي يصل إلى الأرض فقط في الليل، لكن الشمس هي التي تصدر الضوء للقمر والأرض. نعم، أحسنت رجاء بن عبد العزيز. الشمس هي التي تصدر الضوء للقمر والأرض. نعم، إذن لنعدل الجملة يوسف، طريقة الإصلاح، نكتب طريقة الشمس، الإصلاح البقية في الرسائل. الشمس هي مصدر الضوء الذي يصل إلى كل من القمر والأرض. أحسنت. الشمس
هي مصدر الضوء الذي يصل إلى كل من القمر والأرض. والأرض. لوجين واصلي واصلي. ينسب اختراع المصباح لوجين. نعم. اقرأ الجملة. ينسب اختراع المصباح الكهربائي إلى العالم العربي الشهير. اختراع المصباح ينسب اختراع توماس أديسون. ينسب اختراع المصباح الكهربائي إلى العالم العربي الشهير توماس أديسون. ما رأيك؟ سون. نعم أم لا؟ نعم. عمر هشلف نعم. ما رأيك يوسف؟ لا. لماذا لا؟ علل. لأن ينسب اختراع المصباح الكهربائي إلى العالم الأمريكي الشهير توماس أحسنت. إديسون. انتبهي لوجين، اسمه توماس، لا يمكن أن يكون عالم عربي، عالم عربي واسمه توماس. طبعا غير المعقول هنا أن يكون هناك عالم عربي اسمه توماس. إذا توماس أديسون هو مخترع أمريكي. ينسب اختراع المصباح الكهربائي إلى العالم الأمريكي الشهير توماس أديسون. أحسنتي. إلى العالم الأمريكي الشهير توماس أديسون. إذا نمر الآن للدرس الثالث، لنلخص الدرس الثالث بعنوان تفسير عملية الرؤية لابن الهيثم. تفسير عملية الرؤية عند ابن الهيثم. تفضل يوسف، ذكرنا بمحتوى الدرس، عما يتحدث هذا الدرس. لا يمكننا أن نرى دون توفر مصدر عين سليمة ومصدر ضوئي. عين سليمة ومصدر ضوئي. ما رأيكم البقية؟ لنلخص طبعا الدرس الثالث، تفسير عملية الرؤية هنا ستلخص في جملة محتوى هذا الدرس. لوجين، فيما تتمثل نظرية ابن الهيثم؟ حسن، بالنسبة لنظرية ابن الهيثم هنا تتمثل كالآتي: تحدث عملية الرؤية نتيجة خروج أشعة الضوء إلى العين من كل نقطة في الجسم. يعني قديما كان الناس يعتقدون أن الضوء يخرج من العين، لكن ابن الهيثم هنا فسر عملية الرؤية بطريقة أخرى، أن الضوء يصل إلى العين. طبعا وهذا ما أثبته عن طريق تجارب، يعني نحن نرى الأجسام المضيئة والمضاءة المنيرة متى وصل منها الضوء إلى العين. يعني في البداية يصل الضوء إلى العين فنرى الأجسام الموجودة من حولنا. يعني ماذا نستنتج؟ نستنتج هنا أن الأجسام المضاءة ترسل الضوء إلى العين فتتم عملية الرؤية. انطلاقا من تفسير ابن الهيثم، هنا علينا أن نجزم أن العين السليمة والضوء ضروريان لعملية الرؤية، وهذا ما نلخص به الدرس. يعني يجب أن توفر هنا العين السليمة والضوء لكي تتم عملية الرؤية.
كما كتبت ياسمين، إذا لا يمكننا الرؤية بدون عين سليمة. نعم أحسنتي، نعم. اكتبوا في الرسائل البقية في الفيسبوك، اكتبوا في الرسائل، لنكتب هنا: تحدث عملية الرؤية نتيجة خروج أشعة الضوء إلى العين، إلى العين من ماذا؟ من كل نقطة في الجسم. يعني نحن نرى الأجسام المضاءة والمضيئة، طبعا كل الأجسام التي تنقسم إلى أجسام مضيئة وأجسام أخرى مضاءة منيرة. نحن نرى الأجسام المضيئة، مثال الشمس، المصباح، والمضاءة المنيرة كالقمر، الكتاب. متى وصل منها الضوء الضوء إلى العين؟ يعني الأجسام المضاءة هي التي ترسل الضوء إلى العين فتتم عملية الرؤية، يعني الضوء هنا لا ينبعث من العين كما كان يعتقد الأناس طبعا قديما. العين تتلقى الضوء، تتلقى الضوء من أجسام مضاءة أو من أجسام طبعا مضيئة فتتم عملية الرؤية. إذا الأجسام المضاءة ترسل الضوء إلى العين فتتم عملية الرؤية. لكي تتم عملية الرؤية يجب أن تتوفر في البداية العين السليمة والضوء. يعني نستنتج أن العين السليمة والضوء ضروريان لعملية الرؤية. مفهومة؟ واضح يوسف؟ واضح. إذن الدرس الرابع والمتمثل في الأوساط الشفافة، الأوساط الشافة، والأوساط العاتمة. لنذكر بمحتوى هذا الدرس، ذكرنا يا يوسف. الأوساط الشفافة هي التي تسمح بمرور كل الضوء. الأوساط الشافة هي التي تسمح بمرور جزئي للضوء، والأوساط العاتمة هي التي لا تسمح بمرور الضوء. نعم، أن تنقسم الأوساط إلى شفافة وأخرى شافة وعاتمة. وأخرى عاتمة. لنميز الفرق بين الأوساط الشفافة والأوساط الشافة والعاتمة. إذا قلنا في البداية تتم طبعا عملية الرؤية، لكي تتم عملية الرؤية لابد من توفر عين سليمة وضوء طبعا، وكذلك يمكن أن نضيف جسم، لأننا سنرى جسم، يعني العين السليمة والضوء يمكننا أن نضيف هنا جسم ضروري لعملية الرؤية. الآن لنفسر هنا ما معنى الأوساط الشفافة. بالنسبة للأوساط الشفافة هي الأوساط التي تسمح بمرور كلي للضوء. كيف تكون الرؤية من خلالها؟ واضحة. واضحة. إذن هنا بما أن من خلالها واضحة.
أحسنت يا لوجين. بما أن الأوساط الشفافة تسمح بمرور كل الضوء، يعني الرؤية تكون من خلالها واضحة. قدموا أمثلة لوجين، قدمي أمثلة، أمثلة للأوساط الشفافة. مثال: الماء قليل السمك. الماء الصافي يعني. نعم. يوسف، وإلى غير أمثلة ذلك. أخرى. الهواء. نعم، الهواء. نعم. ماذا أيضا؟ البلور. البلور العادي. الزجاج العادي. إذن الأوساط الشفافة، لنعرف، هي الأوساط التي تسمح بمرور كلي دوري كلي الضوء للضوء. بمرور كلي للضوء، بما أن الضوء يمر كليا يعني تكون الرؤية من خلالها واضحة. تكون الرؤية من خلالها واضحة. تحدث هنا عن رؤية واضحة بما أن الضوء يمر كليا. الأمثلة قلنا: الهواء، البلور العادي، مهم. الماء النقي. أحسنت. الزجاج العادي والماء العادي الصافي. النقي. الآن الأوساط الشافة لجي. يمكن الأوساط الشافة. نعم، هي أوساط كيف تسمح بمرور الضوء؟ هل تسمح بمرور كلي جزئي للضوء؟ نعم، الضوء هنا سيمر جزئيا. بما أنها تسمح بمرور جزئي للضوء، يعني الرؤية من خلالها تكون ضبابية، لا تمكننا من رؤية الأجسام بوضوح من خلالها. إذن نكتب تعريف الأوساط الشافة. تسمح بمرور جزئي للضوء. نعم، هي الأوساط التي تسمح بمرور جزئي الضوء. جزئي جزئيا للضوء، يعني تكون الرؤية ضبابية. نعم، من خلالها ضبابية أو غير واضحة. واضحة. لوجين، مثال: مثل البلور المطروق. ماذا أيضا يوسف؟ لنستمع إلى غفران طياري. غفران، افتح المصدح. مرحبا يا غفران. مرحبا. غفران، مرحبا، قدمي أمثلة يا غفران لأوساط شافة. أوساط الشافة مثل الورق المبلل بالزيت. نعم، الورق المبلل بالزيت. والبلور بقي المطروق. إذن، نعم، سهام، السحاب، الغيوم، البلور المطروق. أحسنتي. الورق المبلل بالزيت. لدينا كذلك البلور المطروق. لا يا طارق، الخشب هذا جسم عاتم. جسم عاتم لا يسمح بمرور الضوء. لا يسمح بمرور الضوء. نعم، إذن الأمثلة تتمثل في باللور المطروق
ورق مبلل بالزيت، البلور المطروق، السحاب. نعم المطروق، ورق مبلل بالزيت إلى غيره. نمر الآن للأوساط العاتمة. الأوساط العاتمة، تفضلي غفران. الأوساط العادمة هي لا تسمح هي لا تسمح لمرور الضوء لا تسمح. تسمح لمرور نعم الضوء هي لا تسمح بمرور الضوء من خلالها. الضوء. يعني كيف تكون الرؤية من خلال هذه الأجسام؟ غير واضحة. لا ليست غير واضحة، منعدمة تماما. بما أن الأوساط العاتمة لا تسمح بمرور الضوء، يعني تكون الرؤية من خلالها منعدمة، لا يمكنني أن أرى جسما من وراء مثال حائط أو من وراء خشب. فهمنا؟ الأجسام العاتمة لا تسمح بمرور الضوء. يعني نكتب هي الأوساط التي لا تسمح بمرور الضوء، يعني تكون الرؤية من خلالها منعدمة. مثال يا يوسف. الخشب. الخشب. ماذا أيضا؟ الحديد. الحديد. مثال الخشب والحديد والحائط. الخشب، الحديد، الحائط. ماذا أيضا؟ الكتاب. الكتاب. لونين. الكراس. نعم. الذهب، الفضة، الحديد. الوسط العاتم هو وسط لا يسمح بمرور الضوء من خلاله، يعني لا تستطيع العين رؤية الأجسام الموجودة خلفه، خشب، سميك، معادن إلى غيره. شكرا لكم. إذن كملاحظة هنا، يمكننا أن نحاول هنا أن نجعل جسم شفاف، نجعله شاف عاتم أو العكس. يمكننا أن نحول جسم عاتم إلى جسم شاف فشفاف. كيف ذلك يا يوسف؟ بتقليص سمكه. ما معنى السمك؟ الخشونة. لوجين ما رأيك؟ نعم. يتحول الجسم الشفاف إلى جسم عاتم. نعم. بزيادة سمكه. بزيادة سمكه أو نعم. تلوينه. إذن يمكننا هنا أن نحول الجسم الشفاف ثم إلى شيف فعاتم. إلى شيف ثم إلى عاتم. ثم إلى عاتم بزيادة سمكه. ثم. أو بتلوينه. أحسنت. أو بتلوينه. أو بتلوينه بلون الداكن. نعم. وذلك بزيادة سمكه. أو بتلوينه. بزيادة. أو بتلوينه بلون الداكن. سمكه أو بتلوينه كما قالت لجينة بين قوسين لون داكن. نفس الشيء بالنسبة للجسم العاتم، يمكنني أن أجعله شاف فشفاف. وذلك بي يا غفران، تفضلي غفران. وذلك بخفض سمكه. نعم، بتقليص سمكه. سمكه. إذن الجسم العاتم يمكن أن يتحول إلى جسم شاف فشفاف. بتقليص سمكه. وذلك بتقليص سمكه. 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 سمكه.
وهذا ما سنجيب عنه في الإفادة الموالية. يتحول الجسم الشفاف إلى جسم عاتم بزيادة سمكه فقط، ما رأيك يا لوجين؟ يتحول الجسم الشفاف إلى جاف ثم إلى جسم عاتم بزيادة سمكه. أو يتحول الجسم الشفاف إلى جسم عاتم بزيادة سمكه فقط، نقول هنا فقط. أو بتلوينه. أحسنت يا يوسف، أو بتلوينه بلون داكن، يعني هذه جملة صحيحة. فقط كلمة فقط هذه يمكننا أن نضيف هنا الإفادة بتلوينه. يتحول الجسم الشفاف إلى جسم عاتم بزيادة سمكه أو بتلوينه. أحسنت، أو بتلوينه بلون داك بلون داكنا بزيادة سمكه. نعم أحسنت، أحسنت يا وفاء، أحسنت يا أحمد، يكثر سمكه. نعم الجملة الموالية تسنيم عواد، تسنيم تسنيم غفران طياري. تتحول كل الأجسام العاتمة إلى شافة فشفافة بتقلص سمكها. غفران، تتحول كل الأجسام العاتمة إلى شفافة ثم إلى شافة ثم شفافة بتقليص سمكها أو بتقليص سمكها، ما رأيك؟ نعم صحيح. أم لا؟ صحيحة، إذن لا يوجد خطأ في هذه الجملة. نعم. نمر الآن للدرس الخامس. أريد منكم أن تذكروني بمحتوى الدرس الخامس، وهو بعنوان الانتشار المستقيم للضوء. الدرس رقم 5، الانتشار المستقيم للضوء. المستقيم للضوء، تفضل يا يوسف. ينتشر الضوء حسب خطوط مستقيمة في الأوساط الشافة أو في الأوساط الشافة المتجانسة. نعم، إذن كيف ينتشر الضوء؟ ينتشر الضوء في الأوساط أحسنت في الأوساط الشفافة والشافة المتجانسة. نركز هنا، بالنسبة للشافة يجب أن تكون متجانسة حسب خطوط مستقيمة. هذا ما يتمثل فيه الدرس الخامس. إذن ينتشر الضوء في الأوساط الشفافة والشافة المتجانسة حسب خطوط مستقيمة. أحسنت يا لوجين، حسب خطوط مستقيمة. مستقيمة. لذلك نقول الانتشار المستقيم للضوء لأنه ينتشر وفق خطوط مستقيمة. نعم مستقيمة المتجانسة. نوري لوجين، الجملة الموالية تتحول، وقلنا كنا الأجسام هذه جملة صحيحة. نعم. ينتشر الضوء في الأوساط الشفافة والشافة حسب خطوط مستقيمة، يعني هذا هو تعريف الدرس، يعني هي جملة صحيحة فلا ينحني. نعم. ولا ينكسر. أحسنت يا كمال. نعم إذن كذلك هذه الإفادة صحيحة، لا يوجد خطأ. واصلي لجينة. النجوم، النجوم أجسام مضاءة منيرة ينبعث منها ضوء اصطناعي، أما المصباح الزيتي غير المشتعل فالجسم مضيء. نعم، نعود للتلخيص هنا بالنسبة للدرس الثاني.
والمتمثل في الجسم المضيء والجسم المضاء المنير. قلنا أن الأجسام المضيئة هي الأجسام التي تبعث الضوء من ذاتها، قدمنا أمثلة على ذلك مثال الشمس، النجوم، الشمعة إلى غيره. بالنسبة للأجسام المضاءة المنيرة هي الأجسام التي تستمد نورها من مصدر آخر كالقمر، كالكتاب، الجدار. الجملة قلنا هنا النجوم أجسام مضاءة منيرة. ما رأيك يا لجين؟ نعم خطأ. لا غلط. النجوم غلط. النجوم تبعث الضوء أجسام من مضيئة. الأجسام النجوم أجسام مضيئة ينبعث منها ضوء طبيعي. ينبعث منها ضوء طبيعي. أحسنتي. إذن الضوء هنا ليس اصطناعي، ضوء نجوم هو ليس ضوء اصطناعي، إذن ليس اصطناعي فهو طبيعي. نعم، النجوم أجسام مضيئة ينبعث منها ضوء طبيعي. هذه طريقة الإصلاح في الجزء الأول. النجوم أجسام مضيئة لأنها تبعث الضوء من ذاتها ينبعث منها ضوء طبيعي. واصل لجين. أما المصباح الزيتي غير المشتعل، فهو جسم مضاء منير. ما رأيك يا يوسف؟ نعم، المصباح الزيتي غير المشتعل فهو جسم مضاء منير. أحسنت. وإذا كان مشتعلا، إذا قلنا هنا أما المصباح الزيتي المشتعل فيكون جسم مضيء. نعم نعم، إذا هنا قلنا أنه غير مشتعل يعني سيكون مثل جدار، مثل كتاب، مثل أي جسم آخر. إذا المصباح الزيتي غير المشتعل هو جسم مضاء منير، يمكن أن يستمد نور من مصدر آخر فيعكسه وبالتالي يكون جسم مضاء منير. أما المصباح الزيتي الغير مشتعل غير المشتعل فهو جسم مضاء منير. جسم مضاء منير. شكرا لكما يوسف ولجين. غفران الطياري تفضل يا نعم. غفران اقرأ الإفادة الموالية. يصدر المصباح الزيتي عند إشغاله ضوءا اشتعاله. طبيعيا عند اشتعاله ضوءا طبيعيا وينبعث من القمر ضوء اصطناعي. ما رأيك؟ خطأ. يصدر المصباح الزيتي عند اشتعاله ضوءا اصطناعيا. نعم. وينبعث من القمر ضوء طبيعي. نعم، إذن الضوء هنا ضوء المصباح الزيتي هو ضوء اصطناعي، أما ضوء القمر فهو ضوء طبيعي. طبيعي. يصدر المصباح الزيتي عند اشتعاله وينبعث من القمر ضوء طبيعي. ينبعث من القمر ضوء طبيعي. نعم. وينبعث من القمر ضوء ضوء طبيعي. ضوء طبيعي. يوسف تفضل بإفادة الموالية. يتحول الجسم الشفاف إلى جسم عاتم بزيادة سمك فقط. خطأ. يتحول الجسم الشفاف إلى جسم عاتم بزيادة سمكه وتلوينه أو نعم. بتلوينه بلون داكن أو بلون داكن. بلون داكن. تلوينه بلون داكن. لوجين. تتحول كل الأجسام العاتمة إلى شافة فشفافة بتقلص سمكها.
تتحول كل الأجسام العاتمة إلى شفافة فشفافة بزيادة سمكها. ما رأيك يا يوسف؟ تتحول كل الأجسام العاتمة إلى شفافة صحيح أم لا؟ أولا في فشفافة. البداية لنركز في صحيح الإفادة، صحيح قلنا تتحول كل الأجسام العاتمة إلى شافة صحيح فشفافة صحيح بتقلص سمكها. نحن قلنا في التعليم تتحول سمكها أصلح الخطأ إن وجد، هناك إفادات صحيح صحيحة. نعم صحيحة، هي جملة صحيح صحيحة. نرى هنا يعني إذا كنا سنحول جسم شفاف إلى شاف عاتم نزيد من سمكه، أما إذا كنا نريد تحويل الجسم العاتم إلى شاف شفاف فنقلص سمكه. واضح؟ واضح. غفران تياري، ينتشر الضوء واصلي. ينتشر الضوء في أوساط شفافة وشافة حسب خطوط مستقيمة. ينتشر صحيحة أم لا؟ صحيحة. وازيدها حاجة اللي هو ينتشر الضوء في الأوساط الشفافة والشافة المتجانسة نعم حسب خطوط أحسنت. مستقيمة. إن الأوساط الشافة المتجانسة. أحسنت يا غفران. شكرا. نواصل التمرين الثالث. يوسف، أكمل بكل الضباب شفاف جزئي بلون السيارة شفاف. سنكمل بالكلمات التالية: كل الضباب شفاف جزئيا بلون شفاف السيارة جزئيا و بلون سيارتي شيف. يوسف، بلون السيارة وسط يسمح بمرور كلي للضوء، فهو وسط شفاف يمكننا من رؤية الأجسام بوضوح من خلاله. نعم، إذا في البداية يمكنني أن أقرأ الجملة طبعا دون اعتبار الفراغات. هنا سنبحث عن وسط يسمح بمرور. كيف هو، كيف هذا المرور؟ سيكون كلي أم جزئي كلي كلي للضوء؟ كلي فهو كلي وسط. نلاحظ هنا أننا قلنا يمكننا من رؤية الأجسام بوضوح. بالنسبة للأجسام أو الأوساط التي تكون الرؤية من خلالها واضحة، نتحدث هنا عن أوساط شفافة. لأذكر، الأوساط الشفافة هي الأوساط التي تسمح بمرور كلي للضوء، يعني الرؤية من خلالها تكون واضحة. قدمنا أمثلة: هواء، زجاج عادي، ماء صافي إلى غيره. هنا نتحدث عن وسط شفاف. من بين الكلمات الموجودة أمامنا نلاحظ بلور السيارة. بلور السيارة هو وسط شفاف، يعني كيف يكون مرور الضوء هنا يا يوسف؟ كولي كلي، يعني يسمح بمرور كلي للضوء، فهو وسط شفاف يمكننا من رؤية الأجسام بوضوح من خلاله. أحسنت يا يوسف. بلور السيارة وسط يسمح بمرور كلي للضوء، فهو وسط شفاف يمكننا من رؤية الأجسام بوضوح من خلاله. لوجين نوري واصلي. سنتحدث هنا عن وسط يسمح بمرور فراغ للضوء، فهو وسط فراغ لا يمكننا رؤية الأجسام، لا يمكننا رؤية الأجسام بوضوح من خلاله، يعني الرؤية غير واضحة. نتحدث هنا عن رؤية غير الضباب واضحة. الضباب لجينا، لجينا يوسف. لا يمكننا من جزئين رؤية جزئين الأجسام الضوء بوضوح من خلاله، بما أن الرؤية هنا تكون الضوء غير وسط واضحة. الضوء وسط يسمح بمرور جزئيا للضوء، فهو وسط شاف لا يمكننا رؤية الأجسام بوضوح من خلاله. انظري لوجين، بما أننا قلنا هنا أنه لا يمكننا، هذا الوسط لا يمكننا من رؤية الأجسام بوضوح، يعني نتحدث هنا عن وسط شاف. فهو جسم شاف. نعم أحسنتي. كيف يكون هنا مرور الضوء؟ هذا الوسط كيف يسمح بمرور الضوء؟ جزئيا جزئيا، جزئيا إذن يسمح بمرور جزئيا للضوء. من بين الكلمات الموجودة أمامك لنبحث عن وسط شاف. الضباب أحسنتي.
من الضباب وسط يسمح بمرور جزئي للضوء، فهو الضوء وسط. فهو وسط، فهو وسط السامي بوضوح من خلاله. فهو وسط كيف؟ هو وسط هو وسط شاف. شاف. لا نعم، يمكننا رؤية الأجساد بوضوح لا من يمكننا من خلاله. رؤية الأجسام بوضوح من خلاله. أحسنت، شكرا لك لوجين. غفران طياري، واصلي. سيدتي غفران، تمرين أربعة. أضع سطرا تحت الإفادة الصحيحة عند فتح النافذة بالكامل. نتحصل على إضاءة جيدة وتتهوأ تماما وتهوئة تامة للغرفة. وتهوئة تامة للغرفة. نعم أم لا؟ في الرسائل البقية نكتب. نعم البقية، ما رأيك يا يوسف؟ عند فتح النافذة بالكامل نتحصل على إضاءة نعم. نعم، إذا عند فتح النافذة بالكامل نتحصل على إضاءة جيدة وتهوئة تامة للغرفة. نعم. نعم. سلي غفران، الجملة الموالية، إذا سنضع سترا تحت الإفادة. عند فتح النافذة. عند فتح النافذة بالكامل سيكون هناك حجب تام للضوء. خطأ. سيكون هناك حجب تام للأضواء. خطأ، لماذا؟ هنا عند فتح النافذة بالكامل نحن في أي وسط؟ شفاف، شاف أو عاتم؟ شفاف. شفاف يتمثل في هواء، يعني هنا تكون الرؤية من خلال الهواء واضحة. واضح. بالنسبة للجملة الثانية خاطئة، سيكون هناك حجب تام للأضواء. لا، ليس هناك حجب تام للأضواء، الرؤية تكون واضحة. خطأ. نعم، نوري لجين الجملة الثالثة. لأن الهواء واصل يا غفران، ماذا لأن قلتي؟ الهواء وسط شفاف. أحسنت، لأن الهواء وسط شفاف. نوري لجين الجملة الثالثة. عند فتح النافذة بالكامل سيكون هناك حجم تام للأسنان الأضواء. صعوبة، لا، بالنسبة للجملة الثانية قلنا أنها خاطئة. نحن في الجملة الثالثة، عند فتح النافذة بالكامل سيكون هناك صعوبة في تمرير الهواء داخل الغرفة. صواب أو خطأ؟ خطأ. صواب. عند فتح النافذة بالكامل، عند فتح النافذة بالكامل سيكون هناك، هل ستكون هناك صعوبة في تمرير الهواء داخل الغرفة؟ خطأ. خطأ. هناك نحن فتحنا النافذة بالكامل. خطأ يعني لا، يعني لن تكون هناك صعوبة. أحسنت في الرسائل. لا، نعم نعم، كمال، أحمد، فراس، وفاء. خطأ يا لجينة. إذا عند فتح النافذة بالكامل لن تكون هناك صعوبة في تمرير الهواء. الجملة الأخيرة، واصلي لجين. عند غلق لجين كامل النافذة بجزئيها بجزئيها سيكون هناك حجب تام للأضواء وصعوبة في تمرير الهواء داخل الغرفة. نعم، عند غلق كامل النافذة بجزئيها سيكون هناك حجب تام للأضواء وصعوبة في تمرير الهواء داخل الغرفة. نعم، صواب، لأننا هنا أغلقنا النافذة، يعني نتحدث هنا عن وسط عاتم. النافذة من الخشب، ربما الخشب هنا هو وسط عاتم لا يسمح بمرور الضوء وتكون الرؤية من خلاله منعدمة. إذن سنضع سترا تحت هذه الإفادة. شكرا لك لوجين. تمرين عفوا عدد سيدتي. خمسة. أحسنتي يوسف. عندما كان أمين جالسا على الشاطئ
لاحظ وجود طائر بحري يصطاد في مياه قليلة العمق قريبا من الشاطئ، فتعجب لأمره وسأل بلال قائلا: لماذا لا يصطاد هذا الطائر في أعماق البحار؟ أضع سطرا تحت الإجابة الصحيحة: لا أعيد يصطاد قراءة هذا السند الطائر، يوسف، أعيد قراءة السند. لا عندما كان أمين جالسا على الشاطئ لاحظ وجود طائر بحري يصطاد في مياه قليلة العمق قريبا من الشاطئ. إذا هنا نتحدث عن مياه قليلة العمق لأنها قريبة من الشاطئ. حسب رأيك، هل المياه قليلة العمق أوسط شفافة أو عاتمة؟ شفافة. نتحدث هنا، نعم، عن وسط شفافة أو شافة حسب رأيك. شفافة. لا، أوسط شافة. ربما يعني حسب هنا الماء، يعني هي أوساط شافة أو شفافة. إذا تعجب لأمره وسأل بلال قائلا: لماذا لا يصطاد هذا الطائر في أعماق البحار؟ سنبحث هنا عن الإجابة من خلال الإفادات الموجودة أمامكم. أضع سطرا تحت الإجابة الصحيحة. واصل يوسف، اقرأ الجمل أولا. لا يصطاد هذا الطائر في أعماق البحار، لماذا؟ لأنه يخاف من المياه العميقة، أو لأنه لأنه لا يتمكن. لا يتمكن من رؤية الأسماك في المياه العميقة، لأنه صغير الحجم. الإجابة الصحيحة: لأنه لا يتمكن لا من رؤية يؤذي الأسماك يتمكن في من المياه. رؤية الأسماك في المياه العميقة. الأسماك في المياه العميقة. إذن هذا الطائر لا يتمكن من رؤية الأسماك في المياه العميقة. واصل تمكن من رؤية يوسف. إيه عايقة. تمرين عدد 6. أضع الإجابة الصحيحة في إطار. كلما زادت المياه عمقا، كلما سهلت أو صعبت رؤية رؤية الأجسام من الأجسام من خلالها. خلالها. بما أننا قلنا هنا أن هذا الطائر لا يصطاد في أعماق البحار صعبت لأنه لا صعبت يتمكن من رؤية الأسماك في المياه العميقة، صعبت صعبت باعتبار طبعا، نعم، أن المياه العميقة هي وسط عاتم لا يسمح بمرور الضوء. لنفسر هنا، لنعلل. كلما زادت المياه عمقا، يعني نتحدث هنا عن زيادة سمك. كلما زادت المياه عمقا أو سمكا، كلما سهلت أو صعبت رؤية الأجسام من خلالها. نكتب صعبت في الرسائل صعبت الباقية: كلما صعبت، نعم، كلما صعبت رؤية الأجسام من خلالها. والعكس صحيح، كلما طبعا نقصت المياه عمقا، كلما سهلت رؤية الأجسام من خلالها. يعني ماذا نستنتج؟ لجين، ماذا تستنتجين؟ لجين، الاستنتاج الباقية نكتب في الرسائل. غفران الطياري: عندما صعبت الرؤية نعم غفران، استنتج أن أن كلما زادت المياه عمقها كلما صعبت الرؤية للأجسام من خلالها، لأنها ستصبح عاتمة أو شفافة. عاتمة أو شفاف أو شافة. يعني إذا كانت المياه هنا شفافة ستصبح شافة عاتمة، وإذا كانت المياه شافة ستصبح عاتمة. تفسير آخر لجين، ما رأيك؟ ماذا تستنتج؟ كلما زادت المياه عمقا، قلنا كلما صعبت رؤية الأجسام من خلالها. أمامكم هنا جانبا، قلنا أن الجسم الشفاف يمكن أن يصبح شاف فعاتم بزيادة سمكه، والعكس صحيح، لو قلصنا السمك كان الجسم العاتم شاف فشفاف. يوسف، ما رأيك؟ هل لديك استنتاج؟ نعم، تفضل. كلما زاد السمك المائي كلما صعبت الرؤية ويصبح الماء عاتما. نعم، لنتحدث هنا في الاستنتاج، لنقدم استنتاج عام، يعني نتحدث عن السمك. كلما زاد السمك أصبحت الرؤية منعدمة. نعم أحسنتي. إذا كلما زاد السمك كلما أصبح الجسم الشفاف شافا فعاتما.
يصبح الجسم الشفاف شافا فعاتما كلما زدنا من صمته من سمكه. صمته. نعم أحسنت يوسف. غفران طياري تمرين 7. أضع علامة أمام الإفادة الصحيحة. الأوساط الشافة هي أوساط تسمح بمرور جزئيا للضوء. نعم الأوساط الشافة هي الأوساط التي تسمح بمرور جزئي للضوء صحيح أم لا؟ نعم صواب. نعم صواب. نعم إذا الأوساط الشفافة تسمح بمرور جزئي للضوء وتكون الرؤية من خلالها غير واضحة. نضع علامة. الجملة الموالية نوري لجين. الهواء وسط يسمح بمرور كليا للضوء فهو وسط عاتم. الهواء وسط يسمح بمرور كليا للضوء فهو جسم عاتم فهو جسم شفاف. وسط شفاف من الهواء وسط يسمح بمرور كليا للضوء فهو وسط عاتم. خطأ. هنا الهواء هو ليس وسط عاتم خاصة أنه قلنا يسمح بمرور كليا للضوء. الأوساط الشفافة فقط هي التي تسمح بمرور كليا للضوء. إذن لن نضع علامة. طريقة الإصلاح هنا نغير وسط عاتم بوسط شفاف. يوسف. الجزء الخشبي للنافذة لا يسمح بمرور الضوء فهو وسط شاف. الجزء الخشبي للنافذة لا يسمح بمرور الضوء فهو وسط عاتم. نعم بما أنه لا يسمح بمرور الضوء يعني هو وسط عاتم. وهنا بالنسبة للهواء وسط شفاف. غفران. الحسن بن الهيثم. الحسن ابن هيثم عالم عربي اهتم بدراسة غال علم البصريات علم البصريات والرياضة والطلب وغيرها والطب وغيرها. إذن هنا مرتبط بالدرس الثالث تفسير عملية الرؤية لابن الهيثم. طبعا الحسن بن الهيثم هو عالم عربي اهتم بدراسة علم البصريات والرياضيات والطب وغيرها. نعم. تمرين رقم 8 لوجين. قال سامي الهواء أو البلور المطروق أو الخشب وسط جفاف أما ورق مبلل بالزيت. أو الماء الصافي. لجين. الهواء جسم شفاف البلور جسم شفاف أو الخشب فهو جسم عاتم أو الورق المبلل بالزيت جسم شفاف أو الماء الصافي فهو وسط شفاف. وصل القراءة أولاً نجين فيما بعد سنصلحها. رد عليه يوسف قائلاً. قال سامي الهواء أو البلور مطروق أو الخشب وسط شفاف أو الورق المبلل بالزيت أو الماء الصافي فهو وسط عاتم. إذن هذا هو البلور المطروق. ننظر إلى الكأس. هذا بلور مطروق. سأريكم صورة أخرى للبلور المطروق لكي نستنتج إن كان هذا البلور وسط شفاف أو شاف أو عاتم. في جسم شاف. نعم لأنه ضبابي. الرؤية من خلاله كيف ستكون حسب رأيك؟ واضحة؟ ضبابية سيدتي. نعم أحسنتي. غير واضحة. نعم ستكون ضبابية سيدتي. أحسنتي. إذن هذا البلور المطروق
نلاحظ طبعا انطلاقا من الصورة أن الرؤية من خلاله ضبابية أو ستكون غير واضحة ضبابية أو غير واضحة أو غير واضحة. يعني ماذا نستنتج؟ واضحة نستنتج أنه وسط شيف شاف. إذا قال سامي الهواء أو البلور المطروق أو الخشب وسط شفاف، أما الورق المبلل بالزيت أو الماء الصافي فهو وسط عاتم. رد عليه يوسف سيد قائلا، نعم سنصلح فيما بعد، الورق المقوى أو الغيوم أو الضباب وسط شاف، يسمح بمرور جزئيا للضوء وتكون الرؤية من خلاله واضحة. السؤال، أعيد كتابة الحوار الذي دار بين سامي ويوسف بعد إصلاح ما ورد به من أخطاء. لوجين، لنبدأ بقول سامي، قال الهواء سامي أو البلور المطروق. أولا الهواء الخطأ، ما هو الخطأ كي نفسر الجزء هذا؟ الجزء أولا الخطأ هو عندما قال سامي الخشب الهواء أو أما البلور الورق المطروق أو المبلل الخشب وسط شفاف. أو الماء الصافي، لا الهواء جسم شفاف، الهواء البلور وسط المطروق شفاف، نعم، شيف. والبلور المطروق شاف. إذا الهواء شفاف، البلور المطروق شاف، والخشب عاتم، نعم، الورق المبلل بالزيت مخربش شيف، الماء الصافي، الماء الصافي فهو جسم شفاف وسط شفاف شفاف شفاف. إذا لدينا هنا الهواء شفاف والماء الصافي شفاف، وماذا أيضا؟ الورق المبلل بالزيت شاف، البلور المطروق شاف، وتبقى الخشب عاتم. يعني سنصلح، نقول قال سامي الهواء أو الماء الصافي وسط شفاف، أما البلور المطروق أو الورق المبلل بالزيت وسط شاف، والخشب وسط فهو وسط عاتم. هكذا سنصلح، قال سامي جسم عاتم، نعم. تفضلي غفران، لنبدأ نعم بالأوساط الشفافة، الهواء الهواء والماء الصافي أو الماء الصافي وسط شفاف، وسط شفاف، أما البلور المطروق والورق المبلل بالزيت أوساط شافت. أحسنتي، أما البلور المطروق أو الورق الورق المبلل بالزيت أوساط شافت. وسط شاف، واصلي؟ والخشب فهو وسط عاتم، أما الخشب فهو وسط عاتم، وسط عاتم. شكرا لك غفران. يوسف، عفو. أعد قراءة قول يوسف. يا يوسف، رد عليه يوسف قائلا الورق المقوى أو الغيوم أو الضباب وسط شاف، يسمح حسنا، بمرور، لنكتب هنا يسمح أولا نوع الوسط، الورق المقوى جسم شاف شفاف عاتم أو عاتم؟ عاتم، عاتم. الغيوم شاف شاف،
الضباب. شاف. إذا هنا في التعريف قال وسط شاف يسمح بمرور جزئي للضوء، صحيح طبعا وسط شاف كيف يسمح بمرور الضوء؟ يسمح بمرور جزئيا للضوء. نعم هذا الجزء صحيح، فقط هذا الجزء، لكن الرؤية من خلال الوسط الشاف هل تكون واضحة؟ غير واضحة. نعم، إذن نتحدث هنا عن رؤية غير واضحة أو ضبابية. طريقة الإصلاح هنا بالنسبة للورق المقوى، هل يمكننا أن نغير أو أن نعوض الورق المقوى بجسم آخر؟ نعم. اقترح جسما ورق، كيف يكون هنا لكي يكون شافا؟ الورق المبلل بالزيت. الورق المبلل بالزيت أو أمثلة أخرى، غفران. غفران. نعوض الورق مثل الكتاب. لا، نريد هنا نريد وسط شاف. أمثلة يعني الأوساط الشافة مثل البلور المطروق مثلا. البلور المطروق، إذا يمكننا أن نقول رد عليه يوسف قائلا البلور المطروق أو الغيوم أو الضباب وسط شاف يسمح بمرور جزئي للضوء وتكون الرؤية من خلاله غير واضحة. إذا نواصل، رد عليه يوسف البلور المطروق أو الغيوم أو الضباب وسط شاف يسمح بمرور جزئيا للضوء وتكون الرؤية من خلاله، كيف تكون الرؤية يا يوسف؟ غير واضحة. نعم، غير واضحة. تمرين الموالي لوجين. لوجين، افتحي المصدح يا لوجين. تفضلي لوجين. 89، أخذ رامي لوجين معنا إلى شمعة مشتعلة ونظر من خلاله إلى شمعة مشتعلة. أخذ رامي ورقا مبللا بالزيت ونظر من خلاله إلى شمعة مشتعلة. السؤال، أضع الإجابة الصحيحة في إطار. سيلاحظ رامي من خلال الورق المبلل، واصل القراءة. سيلاحظ رامي من خلال الورق المبلل بالزيت لهيب الشمعة، ولكن تكون غير واضحة، واضحة منعدمة. إذن سيلاحظ رامي من خلال الورق المبلل بالزيت لهيب الشمعة، ولكن تكون غير واضحة أو واضحة أو منعدمة. إذن لوجين قالت غير واضحة، لماذا يا لوجين؟ لماذا؟ لماذا ستكون الرؤية غير واضحة؟ تعليل. لوجين، الورق المبلل بالزيت هو وسط شاف. والوسط الشاف يسمح بمرور جزئي للضوء، لذلك تكون الرؤية ضبابية وتكون غير واضحة. إذن سنضع غير واضحة في إطار. أعاد رامي التجربة ولكنه استعمل هذه المرة قطعة من الحديد، ما الذي سيلاحظه؟ لوجين، ما الذي سيلاحظه؟
هنا إذا استعملنا قطعة من الحديد. غفران. ما الذي سيلاحظه؟ أعاد رامي التجربة، ولكنه استعمل هذه المرة قطعة من الحديد. لن يلاحظ شيئا لأن الحديد هو وسط عاتم. نعم أحسنت، إذا الحديد هو وسط عاتم لا يسمح بمرور الضوء، يعني الرؤية من خلال الحديد ستكون منعدمة. سيلاحظ رامي أن الرؤية منعدمة، هو لن يتمكن من مشاهدة لهيب الشمعة. إذا نعم. سنكتب هنا لن يلاحظ رامي شيئا لأن الحديد وسط عاتم لا يسمح بمرور الضوء، وتكون الرؤية منعدمة. أحسنت، من خلاله منعدمة. إذا قلنا وسط عاتم لا يسمح بمرور الضوء، يعني نتحدث عن رؤية منعدمة. شكرا لك غفران. يوسف، تمرين 10. أعلل الإفادات التالية: الهواء هو وسط شفاف لأنه يسمح بمرور كليا للضوء. أحسنت، لأنه يسمح بمرور الضوء كليا. واصل. الستائر وسط شاف لأنها تسمح بمرور جزئيا للضوء. نعم، أنها تسمح بمرور جزئي للضوء. واصل. المرآة وسط عاتما لأنها لا تسمح بمرور الضوء. إذن بالنسبة للمرآة، المرآة هي وسط عاتما. بعض التلاميذ يقولون أن المرآة هي وسط شفاف. لا، بالنسبة للمرآة هي وسط عاتم لأنها لا تسمح بمرور الضوء. ننظر إلى الصورة أمامنا. هنا المرآة، يمكنني مشاهدة الأجسام الموجودة وراء المرآة؟ لا لا، إذن المرآة هي وسط عاتم لأنها لا تسمح بمرور الضوء. بمرور الضوء من خلالها. غفران، أكمل بما يناسب. أجعل من البلور شافا بلورا أجعل من البلور الشفاف بلورا شافا عبر إخفاء أن نخفض سمكه. كيف أجعل من البلور الشفاف بلورا شافا؟ بتقليص سمكه. انتبهي، شفاف أريد منه أن يصبح شاف، يعني الرؤية هنا ستصبح ضبابية. أريد أن أجعله، هو كان يسمح بمرور الضوء كليا، أريد أن أجعله يسمح بمرور الضوء جزئيا. كيف ذلك؟ بزيادة سمكه. بزيادة سمكه أو بتلوينه بلون ذاك. قلنا هنا هذا بلور مطروق، يمكنني أن آخذ بلور عادي وأقوم بطرقه، أن عبر طرقه، إما بزيادة سمكه أو عبر طرقه لكي أجعله بلورا مطروقا، لأننا لاحظنا طبعا أن البلور المطروق هو وسط شاف. إذا عبر زيادة سمكه
أو أغذية باللور عادي. أو عبر طرقه، هو باللور شفاف، هو باللور عادي كان في البداية، سأقوم بطرقه لكي أجعله باللورا مطروقا. طبعا باللور المطروق قلنا هو شاف. واضح وفرانا؟ واضح. واصلي. أجعل من البلور الشفاف وسطا عادما عبر زيادة سمكه. إذن كيف أجعل من البلور الشفاف وسطا عاتما عبر زيادة سمكه أو طرق أخرى؟ طرقه كله. كيف أجعله عاتما؟ عبر طرقه، هكذا سيصبح شافا. أنا أريد أن أجعله عاتما. ما معنى عاتما؟ يعني لا يسمح بمرور الضوء. ربما لنستمع إلى يوسف. يوسف، لديك فكرة أخرى؟ البقية يكتب في الرسائل. عبر تلوينه. عبر تلوينه، نعم. يمكنني أن أقوم بدهنه أو طلائه بلون داكن، لون أسود إلى غيره، سيصبح هذا البلور عاتما. إذا أجعل من البلور الشفاف وسطا عاتما عبر زيادة سمكه أو بتلوينه. نعم. أو حاجب. نعم، دهنه أو طلائه. نعم يا غفران. أو نضع حاجب لا نستطيع الرؤية من خلاله. نعم، مثل ستار أسود أو خشب أو إلى غيره. واصلي يا غفران. أجعل من الورقة العاتمة وسطا شافا عبر عبر خفض سمكها. نعم، عبر تنقيس سمكه أو ورقة عاتمة أريد أن أجعلها شافة. عبر نأخذ ورقة ورقة مقوى. ورق مقوى، وماذا فعله؟ بله بالزيت. ماذا قلت يا يوسف؟ بله بالزيت. أحسنت، يمكن أن نبللها بالزيت. إذن كيف أجعل من الورقة العاتمة وسطا شافا؟ إما عبر تنقيس سمكه أو نبللها بالزيت. قلنا طبعا في البداية أن الورق المبلل بالزيت هو وسط شاف، وكان في البداية ورق عادي، يعني ورق عاتم مثل الورق المقوى. يمكنني أن أبلل الورقة بالزيت فتصبح وسط شاف. يمكنكم القيام بالتجربة. إذن عبر تنقيس أو تقليص سمكه أو نبللها بالزيت. بالزيت. نوري لجي. لجين، افتح المصدح. تمرين 12. التمرين عدد 12. أكتب نوع الرؤية في كل مرة وأعلل. ليلة كثيفة السحب. يعني سنكتب هنا نوع الرؤية في كل مرة وأعلل. ليلة كثيفة السحب. في الليلة كيف ستكون الرؤية في ليلة كثيفة السحب؟ حسن وجين، ما هي المصادر الضوئية الموجودة في الليل؟ القمر، القمر، والنجوم. إذن في الليل لدينا مصادر ضوئية متماثلة في القمر والنجوم. هنا نتحدث عن سحب كثيفة. في النهار توجد السحب. لا، حتى في الليل، حتى في الليل توجد سحب، وهذه السحب يمكن أن تحجب ضوء النجوم أو القمر. يعني كيف ستكون هذه الرؤية؟ يعني سويب. لا، كيف ستكون الرؤية؟ واضحة أو غير واضحة أو منعدمة تماما؟ غفران طياري كتبت غير واضحة لأن السحب وسط شاف. صحيح ما قلتيه يا غفران، السحب هي وسط شاف، لكن نحن نتحدث عن ليلة كثيفة السحب، يعني السماء سوداء، وهناك سحب كثيفة
حجبت ضوء النجوم والقمر. إذا تصبح وسطعات. تصبح وسط عاتم، يعني الرؤية ستكون منعدمة، غير منعدمة. واضحة، منعدمة، منعدمة. بما أن نتحدث عن وسط عاتم يا غفران، يعني الرؤية منعدمة. يا ليلة كثيفة السحب، قلنا أن السحب الكثيفة الداكنة حجبت ضوء النجوم والقمر، يعني غطت النجوم وغطت القمر، فأصبحنا نتحدث هنا عن وسط عاتم، والوسط العاتم لا يسمح بمرور الضوء، يعني الضوء هنا منعدم، وبالتالي الرؤية منعدمة. ليلة كثيفة السحب رؤية منعدمة. نعلل لأن الضوء منعدم، لا يمر الضوء. لماذا الضوء منعدم؟ السحب الكثيفة حجبت ضوء النجوم والقمر. نعم سيدي. واصلي. أعماق البحار. واصلي لجين. أعماق البحار. أعماق البحار. أعماق البحار جسم عاتم. وسط عاتم. إذن أعماق البحار هي وسط عاتم. كيف ستكون الرؤية بما أنها وسط عاتم؟ كيف ستكون الرؤية؟ واضحة، ضبابية، أو منعدمة؟ غير واضحة. نعم، لننظر هنا بحار. منعدمة. يمكننا أن نتخيل هنا الرؤية داخل هذا البحر العميق. الرؤية هنا ستكون منعدمة. منعدمة لأن لون البحر داكن. نعم، بما أن هنا نتحدث عن سمك كثيف، وإذا خرجنا إلى الشاطئ، البحر موجود في الشاطئ، كيف ستكون الرؤية؟ إن كان الماء صافي، سأريكم صورة هنا لشاطئ به ماء صافي. ويكون السمك هنا قليل. واضحة. نعم، ننظر. ننظر إلى هذا البحر. نستطيع الرؤية من خلاله. نعم، يمكنني أن أرى ما يوجد داخل سيدتي البحر. لأنه قليل السمك. أحسنت، لأن سمكه قليل والبحر هنا صافي، يمكنني أن أرى الأسماك أو أي شيء آخر موجود في البحار، على عكس أعماق البحار والتي نتحدث هنا طبعا عن سمك كثيف، لذلك تكون الرؤية منعدمة لأن الأوساط العاتمة لا تسمح بمرور الضوء. إذن بالنسبة لنوع الرؤية منعدمة. التعليل، أعماق البحار هي وسط عاتم لا يسمح بمرور الضوء، الضوء هنا لا يصل إلى أعماق البحار لأن الضوء لا يصل إلى أعماق البحار. أعماق البحار. نعم، غفران طياري، يوم ضبابي. يوم ضبابي تكون الرؤية غير واضحة. غير واضحة، لماذا؟ لأن الضباب وسط شاف، ونستطيع الرؤية من خلاله جزئيا. أحسنتي، يعني لأن الضباب وسط شاف يسمح بمرور الضوء جزئيا. لأن الضباب وسط شاف يسمح بمرور الضوء جزئيا. بمرور جزئيا للضوء. للضوء.
يوسف غرفة مضاءة بفانوس. رؤية واضحة. لماذا؟ لأن الفانوس جسم مضيء. جسم مضيء، ماذا أيضا؟ ما هو الوسط هنا الذي نتحدث عنه في وسط الغرفة؟ وسط شفاف. شفاف. ما هو هذا الوسط؟ ماذا يسمى؟ الهواء. أحسنت. طبعا الهواء موجود داخل الغرفة، يعني نقول هنا لأن هواء الغرفة هو وسط شفاف يسمح بمرور ضوء الفانوس، لأن الهواء وسط شفاف يسمح بمرور ضوء الفانوس. لوجين، النظر من خلال الزجاج المطروق. النظر من خلال الزجاج المطروق تكون رؤية غير واضحة أو رؤية، لأن الضباب وسط يسمح بمرور جزئي الضوء. نعم، إذن الرؤية من خلال الزجاج المطروق هي رؤية غير واضحة لأن الزجاج المطروق هو وسط شاف يسمح بمرور جزئي للضوء، فتكون الرؤية من خلاله طبعا غير واضحة. ضبابية. نعم أحسنتي، رؤية غير واضحة لأن الزجاج المطروق وسط شاف يسمح بمرور جزئي للضوء. إذن هكذا وصلنا إلى نهاية الحصة اليوم. يمكنكم الاطلاع على الأصلاح فيما بعد في المنصة. أشكركم على حسن المتابعة، أشكركم على حسن المشاركة، شكرا لكم وإلى اللقاء. حظ موفق في الامتحانات. إلى اللقاء. إلى اللقاء.